نعرفش، يلزمني نلقى حل. تخنقت هنا، مانيش باش نعدي عمري انا سيرفور في اوتيل بزوز صور، دي ماهيش عيشه هذه. فاش قام الضو يشعل هاك ماكش تقرا ولا عندك كيف بينا هكا شميتة؟ نستنى فيك انتي باش تطفيه. امير روحة؟ لا التوا، كان يقوم بوه وما يلقاهاش تطولي ليلة. شنو صاحب اش عملت؟ يما انا قلت لك اخر السهريه، وانت اش عملت فيها هكا العزوز؟ يا ودي تو ما شافت تطلعش ما ترجم من بعيد الكازي، وانتي من بكري قدر روحك. ايش بيه ما تشوفش من بعيد؟ نمشي يولها. أمين شبيك التوا وشبي حالتك هك؟ فتي كنا نلعبوا في البحر. تلعب هو؟ اسمعني بابا فيق بيا ريقت بيا يصبح الأخير. يحيى روح يتهو تعرفني روح وخلي يحيى في الشارع. أي برا صبح الأخير. صبح الأخير. عالسلامة عمتي. يسلمك. تفضل مرحبا. هكا ناس الشباب وين عندي نمشي بالليل؟ شنو هالشوالق اللي لبسهم؟ الشوالق هذوما مدهم لي غفا على خاطر ده مشي تبل. وش بلهم حوايجك؟ برا عالتوا. هذا هو البحر. عمتي شبيك تفجعني؟ انتي عشية كاملة وانا ريقل في مطول فلوكة مشركة. وصبري بحذاء حوايج نتبل تجنية فيه عليه. يا ولدي اش عملتلك في بالك قداش الوقت توا؟ ترضاني نشوف البلاد في هالليل وحدي؟ وانت بجاه ربي اش مجايبك؟ قلت لك ألف مرة ما عادش تخلط عليا، ما عندي وين نمشي. اش بيك ما تحبش تفهم يا اخي؟ تعرفني ما يجينيش النوم وانت لبرا. علاش يا ولدي تعذب فيا؟ علاش كل ليلة الناس تصل قدام تلفزها تضحك وتلعب وانا نصر متحيرة وعيني على باب الدار؟ سامحني يا عمتي والله عمالي ما حبيتش نبقى وحدي، شديته بحذاه. وانت شنو قاعدك؟ علاش ما مشيتش معاهم لتونس؟ الرويق نتاع القرايه ما نحبوش. خاطر كل يوم شولي عندكم طبيب في العائله. عيب عليك عيب عليك ما تحضرش نجاح خوك. وهنا مشيت معاهم زاده؟ لا ما نجمتش تغيب، قالت عندها دفوارات ولا شنو. مازلت قاعدت الشباب تقوم نروحوا يايا. وانت ولد خويا برا رقد في داركم الكراج برد عليك وما تخليش اختك وحدها. حاضر اما ما خلولي وين نبات يا عم. باش ولدك ما تنساش تجيب لك هذا الغدو. هيا هز حوايجك. ربي يهديك يا ولدي ربي يهديك. اجبد الباب وراك على هين. شنو عارف؟ مروحة؟ وي وين مفتاح كرامتك وين؟ شنو كمان تفركش فيا؟ انت الوحيد الداخل يدك المكتوب ما نعملك شيء. زيد
توصلوا وتاخذوا تاكسي وتروح. تهنى. هاي صباح الخير. شكرا الراجل العظيم معناتها. معناتها. برمي ماخذوا بالعظم. انا عديت بالعظم بيدي. تسمك انت. كمان كم صريح بك. مرحبا. نجم تمشي حتى من توا تو البنات يفرحوا بيك. يا محايد اسمع زيدوا شويه نتفرجوا في سماره بعد كملوا كيسنا نمشي. يا ولدي سماره تكمل نمروها ووقت ديريكت للدار. حضرت لك فطورك في الكوجينة. ساعة وانتي تستوي في الفروشة اخرج اخرج لله امسح البيوت. نقرأ تقرأ الحديث اتكمل القضية وبعد اخرج اقرأ. عندي ما نحضر. عندك ما تحضر. تبارح الماضي ساعة والزوجة فاش قاعدة تعمل لله طعت في نجومة. بيه تحب حاجة أخرى؟ ما صحينها قول زيب. شبي سيحكم طالع الصباح؟ حديث بيناتنا حاجة ما تخصكش. هل تلبس في حويجك خارجة؟ ماشي نصب ماندا لاخوتك اشبعوا انتوما بالماء. مسكينه خارجه بالسيف عليك قال لي ما تحبش الخروج انت. يا ربي يا ربي يا ندراجي نهار نحل عينيا نلقى روحي في بيت اخرى وسرير اخر. خير جميل. صباح خير امي. صباح النور. صباح خير يا راضي. صباح خير امي. صباح خير. صباح خير. هل ميشا البوسطة ما تبتعش عش بنتي بيه كي نلقى صفنا للبيه باش نعمل الروحة جميلة. ايش افطر قبل عش اختي؟ لا 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 صح شربت قهوة. كيف امي حطينا نحب نخرج وين عندك تمشي؟ نمشي لدار خالتي دليل. فك عليك تو تكسر لك راسك. تكسر لي راسي هي خير ملي نضربه في حيط. اسمعي يا بنتي كان عينك تخرج شاور بوك. شاور اش قاعده نعمل؟ هاي جاو فطروا عاد. نادية نادية اش تحب؟ ما شفتش بلاتي فضا؟ نعرفش عليهم. وش بيك صبحت كاشة؟ حاب نحضر سوتنونس تاع فاروق. اي فاكولتي ميديسين وتعرفها وين؟ قوم البس حوايجك وبرا. بربي كي يشوفوني بوهم وش يقولوا عليا؟ زميلته استدعاك لسوتنونس فيها حاجة هذي زادة؟ منين زميلته يعرفوني نقرا ليتخ؟ شوف نادية كان انت تعرف روحك ماكش قاعدة تعمل في حاجة غلطة فمش علاش تخاف من اللي باش يقولوه أمه ولا أبوه. كيف يروحوا البلاد ويحكيوا بيا؟ قال شنو بنت الرئيس نور الدين رامي روح على ولد رشيد العوي خلي بوك يقلب على راسي. هذا كان ما بطلنيش من القرايه جمله واحده. يا لالا يا لالا كنت ياسر خايف على قرايتك. قوم البس حوايجك برا الفاك. امين بربي في بلاصتي اش تعمل؟ انا الباب هذا سكرته ملي حطيت ساقي في تونس
محليني بابا مازال يصرف عليا وانا ليه نحب نتمعشق. هذيك خاطر عمرك ما حبيت. نكمل الدكتوراه نولي نقري نحل كابيني والحب تو يجي واحد واحد. مادامك تبع لي فيك الجمعيه نتاع المعارضه طاي وانت تقبض. كان ما حنش عليك واحد منهم وخذيك ترسيلك شده صف ورا قمر ورفيقه وراضيه. شنو المشكله يخدني واقفه على رجاله؟ اعطيني حقك سي. قررت باش تمشي؟ ما نعرفش مازلت نخمم. يخوذ الكار ما عاد عندي حتى فرنك زيد بوك ما بعثش الماندا وينهم البلاد؟ شد هون. الخرد الحرف غفار لباس تيش من لباس يا بحري خوي هيك ما سرحتش اليوم تي الموتور ما حبش يدور هاي وبوك فينو مشى لتونس باهي خليني نشوف شنو حكايته هالبابور هذا الساعه يا بحري خوي خلي يجي من المول لا ترسي لي مطلوب ودي من وقت الشفن فيه من الموتورات وكي نخدمه انا توا قدامك جيب لي دبوزة دواء في الليل نجيب لك زوز بيلات زاده هذاك هو انا نمشي بالدواء وصليحه تمشي بالبيل يا سيدي مشيت معك كان دار اعتبره اختف مل وش باش تعمل له ديتو اقعد اسمع صليحه بنك وذكها ان شاء الله خير اهلا وسهلا مساء الخير اهلا توينك يا طفله ادخل ادخل هاي في ساعه والله راح عليا تريج وماشيه راح ادخل حط لك قهوه مازلت سخونه ليلي وخيتي والله خريت في الفطور الصباح في بالي فرحت كيف طاق البيت قلت هذه خبيزه جاتني على الصباح وانا ما جبت لك كل خير يا لا ثم عروسه لا المره هذه مش عروسه عارفي قال لك يجا باش يشوف كان اللي عجبته باش تدخل تخدم معنا في حمام السانتر الحارزه اللي كانت عندنا مسكينه حبلت كيفي بطلت تحكي بجدك نجوى ورحمه امي كما نحكي لك وا وزعما نجم روحي معلش ليه وخيتي شنو اللي ناقصك مش قلت لي قريت عام ايد سونياط يا حسره قريت عام وما كملتش خدمت مع طبيب في جراحه العظام وهربت بالروح وخلى ما يعني كل خدمه نخدمها يخرجني منها سيدي خويا اش قالي واش قلت لك ما يساعدوش نخدم على رجال ونتكشف عليهم وبرا من هيك اللاوي وزيد كثر عليا الكلام كل واحد ولا يجري في جرجي ويكذب علي والراجل هز روحه وحرق الخارج وليتش لوبينه في فم العبيد هاني وخيتك ندبر في راسي ونهز ونلطخ ويا وخيتي ما يهمك في حد ويزيك مقاسيف من راجلك ومن خوه وانت ما ناقصك شيء يا للا والله يقولوا عليك عندك تمسيدة ما صارت وبعد هذا ودونه كيفاش كنت عامله انت في حمام النساء وزيت هذايا حمام السانتر فارغ لدزني لندزك اين على القوره باش نجم نخدم معاهم وش ناقصك محسوب الحرزه اللي كانت عندنا كيفاش كنت عامله ونخدم كان مع النساء اسمع اسمع ماله مش لازم تقلق روحك مش لازم تجي والله بالحق وهي نجوى شنو اللي قلت لك الف مره في خدمتنا لا عندنا لا نساء لا رجال انا هاني مساس نخدم مع هذم ونخدم مع هذم ومع الوقت ما عاد فما حتى فرق المهم شكون اللي يعطيني فرانك زيد خاطر اختي شهريت لوتيل ما تعمل لي حتى شيء والله ما نعرف انا يلزمني نمشي توا وانت خمم في عقلك وقولي اما ما تبتاش للبلاصه تطير ربي معاك نجوى